انا كل حساد لي امشي طورك بالقار ويبان البرهان في كم خان حبيبو تصبرني الاتهان غير مكايد ونزيد في الصبر عقلي حيران شاكي من حر الغيب عشرتك بالصدق والوفا واللي فيا راك عارفه وانت مني رايد جفا وانا وعدي كان صرفه خفت عليك يا شارد العفا من ذنبي دغيا تصادفه ما يلقى كمان ما يلقى كمان ما تفهم والو من كلام كلامي والألحان ديالي واللي ما خديتها من قصيدة ديال الطفل على الخافي الحاج أحمد الغربلي توزيع مشترك بيني وأنا وأمين زنوحي إخراج عبد الله العراك من الكويت وإنتاج ريمان بروت ما تفهموا أنه جات من حالة هي اللي كتحكم بحكم أنني عايش مع هاد الناس اللي كيقلقهم كيقلقني اللي بزاف الحوايج اللي كنشوفوهم دي بيرسوناج اللي كنشوفوهم ما بقينا نفهموا فيهم والو دونك مخوده من الشارع هي رساله حيت مادام ان كتهضر على دي بيرسوناج حقيقيين اللي كنشوفوهم يوميا هي رساله ديال اننا نتسامحوا ونعرفوا نعيشوا مع بعضياتنا وتقبلني كيف ما انا ونقبل كيف ما انت ما تفرضش عليا داكشي ديالك وما فرضتش عليك داكشي ديالي بغيني كيف ما انا ونكونوا خوت نعرفوا نعيشوا بعضياتنا ونسامحوا بعضياتنا ونرحموا بعضياتنا عاشرتك بالصدق والوفا واللي فيا راك عارفه وانت مني ما كنبغيش نتوقع حيت العمل انا حسيت به الناس لحد الساعة عجبهم العمل كامل لا من لا الأغنية ولا اللحن ولا الكلمات ولا الفيديو كليب كل شيء كيعلق عليه الحمد لله أننا وصلت للناس لك أنا شوية من طبيعي شوية كنت نبغي نبقى بعيد على الميديا ما كيبان لي انا كيبان لي عادي الانسان كيرجع كيطريت باش تعطي حاجه زوينه ماشي مهم الوقت بزاف المهم هو انك تعطي عمل اللي يوصل للناس ويبغيوه سير انا كل حساد لي امشي طورك بالقار ويبان الاختيار جا هنيا خرجت قبل المسلسل وسمعوها الناس اللي مكلفين واتصلوا بيا ورحبتوا الفكره الحمد لله شرف لي ان اغنيتي تكون جينيريك لواحد المسلسل اللي حصد جوائز كبيره واللي بغاوها المغاربه وكانت نسبه المشاهده عليه بزاف دونك حاجه اللي نفتخر بها انا وانت مني رايد جفا وانا وعدي كان صرفه ما عرفش بالضبط ولكن مفترض انها غادي تكون هي الجزء الثاني والله اعلم غالبا ما يلقى كمان احنا كن بصدد نختاروا شكون اللي غتكون عندها الاولويه تخرج حاليا احنا مشغولين مع البرومو ديال الاغنيه ديال ما تفهم والو ان شاء الله كنقولوا الى قدنا لوقت رمضان الجاي هذا اللي داخل ان شاء الله نطلبوا ربي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله كنقول الا قدنا الوقت نحطوها في رمضان سينو الصيف ان شاء الله بالصدق والوفا واللي فيا راك عارفه وانت مني رايد ماشي مساله بعيد على الموجه نقدر ما نقول هو فنان كيعطي التعريف ديالو عطيت التعريف ديالي انا كرضوان
هو هذاك الستي ما يلقى اللي بغى بشرط انه نحس بهذاك الشيء اللي غنديرو غادي ما غاديش يمشي غير هكاك لي يمشي طوراك بالقار ويبان البرهان في كامل خان لا بصراحة في ذكر الحسن ما كانوش عروض ديال سهرات قدر ما كانوا عروض ديال البرامج التلفزية وش غادي نقول لك انا كندير ديك المسألة ديال خدم وضربتها معنا في هذاك الشيء اللي باغي توصلوا للناس اي حاجه غادي يجيبها لك هذاك البرودوي ديالك الى امنتي به وخدمتي عليه وضربتي تاع معنا هاد العفا من ذنبي دغيا تصادفوا بغي نقول لهم تسناو ان شاء الله كاين حوايج زوينين وكاين اعمال نتمنى تلقى السي حسان ديالكم ونتمنى في ما نشوفكم وتشوفوني تكونوا بخير وربي يعطيكم داكشي اللي نبغيتو في خاطركم